مسي بالخير ابو عبد الله. مسي على ابو عبد الله بالخير من المنبر ذا. قبل لا نكمل معكم عن الوقت داهمنا، عندنا يا الربع تدشين الليله هذه، قلنا لكم انها ان شاء الله استثنائيه، فيها ضيوف ثقال وفيها التدشين، ومع التدشين ان شاء الله لا اسعفنا الوقت في تدشين ثاني بعد. التدشين هذا من كلمات الشاعر المبدع، ولد الشاعر المبدع عبد الرحمن بن خشمان، ومن اداء المنشد والعندليب سلطان السمي. طيب ابيكم الله ليهينكم ناخذ صفنا هنا كل بونا، والمنشد والشاعر يكونون جنب بعض عشان نبدا التدشين. وجهك وجهك ابيض وجهك ابيض. احنا وعدنا الشباب بالفقره دي ناخذ جميع تدشيناتهم، اللي عنده تدشين واللي عنده طول عمرك. لا مع بعض مع بعض. توك توكل على الله. الوضع تال الوقت داخل تكليف، لو الكلام فهمه وراها فوايد، لو الكلام فهمه وراها فوايد. المختصر مطلوب من دون توليف، بالحكي ولا بالشعر والجرايد، بالحكي ولا بالشعر والجرايد. عطنا وش المطلوب والسوق الكيف، كيفن يعرفونا وساع البنايد، كيفن يعرفونا وساع البنايد. اما قضيناها مثل واجب الضيف، ولا تعذرنا بسلم العوايد، ولا تعذرنا بسلم العوايد. وقل قل قبلي من رجال عواريف، اللي ورا ظهور الرياجيل كايد، اللي ورا ظهور الرياجيل كايد. احيانا ابغاها ولا هي على الكيف، تقول الرداء عند المخاليق زايد، تقول الرداء عند المخاليق زايد. يا صاحبي ما هو سواليف، اخذ الكلام اللي عليه الوكايد، اخذ الكلام اللي عليه الوكايد. انا على الحق واهمني والله ضعيف، تلقاني بجنبك نهار الشدايد، تلقاني بجنبك نهار الشدايد. ولا لا منها صارت ايام نريف، تلقى ولد من يلبس ان القلايد، سن القلايد، تلقى ولد من يلبس سن القلايد. السلام عليكم. بيض الله وجيهكم، استريحوا يا الربع استريحوا. الله يصح لسانكم.